السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا يا شباب كنا نهينا على السؤال ده في الفيديو اللي قبله، تكملة الستريت لاين دلوقتي، وكنت بقول لك عايز ارسم الرسمة واجيب نقط التقاطع للمثلث ده. هو ده مثلث، واي تربيع ناقص 9 اكس واي زائد 18 اكس تربيع، دول خطين، وهقفل بواي بيساوي 9 فيقفل المثلث. طب ما تيجي نمسك واي تربيع ناقص 9 اكس واي زائد 18 اكس تربيع، نحللها. واي تربيع ملهاش غير واي في واي. طب 18 والمجموع 9، أكيد 3 في 6 مش 2 في 9. طب 3 في 6، تعال نشوف الحد اللي في الوسط، ناقص 3xy ناقص 6xy تدي فعلا ناقص 9xy. طب تعال نفس الخط، يبقى y ناقص 3x بيساوي 0، y ناقص 6x بيساوي 0، y بيساوي 9. أي خط مستقيم هرسمه بمعلومية نقطتين عليه. تعال بقى y بيساوي 3x، حط x بصفر اقرا واي بكام، حط اكس بواحد اقرا واي بكام، انت حر في النقط، حط اي حاجه، المهم هحط نقط تجيب لي التانيه. فواي بيساوي 3 اكس. طب واي بيساوي 3 اكس، حطيت اكس بصفر يبقى صفر في 3 بصفر. طب اكس بيساوي 1، 3 في 1 يبقى واي بيساوي 3. طب الخط التاني واي بيساوي 6 اكس، اكس بصفر يبقى واي بيساوي 6 في صفر بصفر. طب اكس بواحد، واي بيساوي 6 في 1 ب6. طب تعالى بقى نشوف، هات الخط الاولاني واي بيساوي 3 اكس، 0 و0 و1 و3، اكس بصفر واي بصفر اهي. طب اكس بواحد وهطلع 3 واوصل، رسمت واي بيساوي 3 اكس اهو. طب هات واي بيساوي 6 اكس، 0 و0 و1 و6، 1 وهطلع 6 ورحت موصله، ده واي بيساوي 6 اكس اهو. امال فين واي بيساوي 9؟ واي بيساوي 9 ده خط نازل عمودي دايما على واي، قاطع منه مسافه 9. ظللت لك المثلث اهو، وتعالى نجيب نقط التقاطع. لو انا لاحظ الخط اللي النقطه بين واي بيساوي 3 اكس وواي بيساوي 6 اكس، 0 و0 باينه اهي، خلاص دي انا جبتها. طب واي بيساوي 3 اكس وواي بيساوي 9، واي بيساوي 3 اكس وواي بيساوي 9. طب ما دايما اي نقط عايز اجيبها احط واحده فيهم في الثانيه. طب حط واي بيساوي 9، يبقى 9 بيساوي 3 اكس، تقدم لي اكس بيساوي 3، يبقى النقطه 3 و9. طب تعالى نفس الحركه، واي بيساوي 9 مع واي بيساوي 6 اكس، حط واي بيساوي 9 يعني 9 بيساوي 6 اكس. طب 9 بيساوي 6 اكس يبقى اكس بيساوي 3 على 2. كده جبت الثلاث نقط اللي على الشكل وقفلت المثلث، والتعويض في النقط تحت اهي. حلو. طب عايز اعلمك بقى حاجه، حاجه من الاثنين، يديك الخطين مضروبين وتفكهم، يديك الخطين مفكوكين وتضربهم. تعالى هديك الخطين دلوقتي مفكوكين، وبعد شويه هديهم لك مضروبين. السؤال بيقول find the joint equation، يعني هات لي الخطين وهما مضروبين، من هم الخطين؟ which بس through the point 1 و2، الخطين بيمروا بالنقطة 1 و2 and are parallel to the lines coordinates axis، وبيوازوا محاور الإحداثية. حتة حتة بقى، عندي خطين اهم، النقطة 1 و2 اهي، واحد بيمر بالنقطة 1 وبيوازي محور اكس، وبيمر بالنقطة 1 و2 ويوازي محور واي. طب اللي بيوازي محور x نازل عمودي على y، قاطع منه دايما مسافة 2، يبقى y بيساوي 2. طب اللي عمودي على x قاطع دايما منه مسافة 1، يبقى x بيساوي 1، يبقى x بيساوي 1 و y بيساوي 2. دخل الواحد للx ودخل الاتنين للy، اضربهم في بعض، هما دول الجوينت ايكويشن. حلو كده يا شباب. طب تعالوا نكمل. السؤال بيقول find ايه؟ find the joint equation، هات معادلة الخطين وهما مضروبين. ترجمت السؤال كله رياضة، which passing through the origin، الاتنين بيمروا بنقطة الأصل وليهم الميلين 1 + 3 و1 - 3. اتفقنا من شوية الخط اللي بيمر بنقطة الأصل يا شباب معناه إنه مفيش حتة مقطوعة من محور واي، يبقى الواي انترسبت مش موجود، عشان كده رحت شطبلك على البي. تقول لي يبقى أنا يكفيني الميل بس عشان أعرف الخط، يبقى واي بيساوي الميل الأولاني في إكس، وواي بيساوي الميل التاني في إكس. حطيتها أهي، دخلت الإكس الواي، دخلت الإكس الواي، ضربتهم في بعض، هي دي معادلة الخطين وهما مضروبين في بعض. طب تعالوا بقى، عندي 6 حدود للخطين وهما مضروبين في بعض، وعايزة أحللهم بشرط ترتيب المعادلات لازم يكون كده، حاجة في إكس تربيع، حاجة في إكس واي، حاجة في واي تربيع، حاجة في إكس، حاجة في واي زائد سين. دي معادلة خطين مستقيمين؟ عشان الأشكال اللي جاية كلها زيها. اشمعنى؟ عشان الترم المزدوج إكس واي موجود، وأنا حطهولك بالمربع أهو. طب إيه تاني يدل إن دي معادلة خطين مستقيمين؟ المحدد ده لازم يساوي صفر، يكفيني إنك تكتبهولي. 4 مطالب هطلبهم في السؤال ده، السؤال هيقول استدي، وأنت لازم تقول إن هما تكتب المحدد، تجيب الزاوية بين الخطين،
تفصل خطين تجيب نقطة تقاطعهم. تعال نكتب المحدد. المحدد ده المحدد اللي يدل ان دول خطين مستقيمين. ايه هو؟ الصف الاولاني في المحدد حاجات اكسات، الصف الثاني حاجات وايات. بالترتيب اي حاجة مضروبة في 2 هقسمها على 2، يبقى كل مرة اكس واي هقسمها على 2، اكس الترم اكس هقسمه على 2، الترم واي هقسمه على 2. حلو كده؟ تعالى نقدر بقى حاجات اكس اللي هي ايه، الترم اللي وراها اتش، الترم اللي وراها جي. حاجات واي اتش بي اف. الصف الاخير خد العمود الاخير ده ونيمه، يبقى جي اف واقفل بالثابت. دايما المحدد ده بصفر. وللمرة التانية تنسي ده بيساوي 2 الجذر التربيعي اتش تربيع ناقص اي بي على اي زائد بي. قلناها في الفيديو اللي فات، لو بص الزاوية ده بصفر يبقى هما بارلل، ولو مقامها بصفر يبقى هما بيربنديكولار. وتعالى ندرس استدي المعادلة دي ونعمل فيها الاربع مطالب، بشرط طريقة تحليل الثلاث تربات الاولين هي طريقة التحليل اللي فاتت. حلو؟ في الفيديو اللي فات واللي انا لسه محللها دي دلوقتي بتاعت المثلث اللي جبنا نقط تقاطع. طب 6x تربيع زائد 13xy زائد 6y تربيع زائد 8x زائد 7y زائد 2 بيساوي 0. دي معادلة خطين مستقيمين لوجود الترم xy، وعشان المحدد ده بيساوي 0 حط لك سيركل حوالين ده انا هقسمه على 2. وتعالى خد بالترتيب حاجات x 6، 13 على 2، 8 على 2 اللي هي 4. هات حاجات y 13 على 2، 6، 7 على 2. اخر صف خد العمود الاخير ده وميله، يبقى 4 7 على 2 واقفل بالسالب، وهما خطين مستقيمين فالمحدد بيساوي 0. تعالى نجيب الزاويه بينهم. ال h 13 على 2، ال a بيساوي 6، ال b بيساوي 6. عوض في القانون 2 الجذر التربيعي ال h تربيع ناقص a b على a زائد b، وتطلع الزاويه اي حاجه. لو بص الزاوية بصفر يبقى هما متوازيين، لو مقامها بصفر يبقى هما متعامدين. هنا ولا البص بصفر ولا المقام بصفر يبقى هما متقاطعين بصفة عامة. طب تعالى بقى نفصل الخطين دول عن بعض. أنا عايز أحلل أول ثلاث ترمات بس، 6 و6 والمجموع 13. أنا هعمل شوية أخطاء كده عشان تتعلم منها طريقة التحليل. تعالى بقى 6x تربيع عملتها أول حاجة 6x في 1، وستة واي تربيع عبارة عن ستة في واحد. تعال نجيب الحد اللي في الوسط، دي في دي ستة زائد ستة اتناشر، مش ده اللي في الترم اللي في الوسط، الترم اللي في الوسط تلاتاشر. طب تعالى هاخد الستة بتاع الواي دي انقلها لهنا، تبقى ستة في ستة في ستة وتلاتين زائد واحد سبعة وتلاتين، مش ده برضو الترم اللي في الوسط. طب تعالى خد الستات دي وفنطها، عبارة عن تلاتة في اتنين وتلاتة في اتنين، دي في دي بستة زائد ستة اتناشر، برضو مش الترم اللي في الوسط. خد تلاتة منهم اعكسها وتعالى نشوف، 2 في 2 ب 4 زائد 3 في 3 ب 9، 4 و 9 على 13، دي الصح. باقي في كل خط الحته المقطوعه من محور واي، ف 3x زائد 2y هزود عليها الفا، و 2y زائد 2x زائد 3y هزود عليها بيتا، عشان عايز اعرف الحته المقطوعه من محور واي هنا كام والحته المقطوعه من محور واي هنا كام. بس بشرط الفا وبيتا لازم يا شباب يجيبوا اخر 3 حدود اللي هم 8x و7y والاثنين. حلو كده لحد هنا؟ حلو جدا. تعال نشوف يجيبوها ازاي. لو انا ضربت الاتنين دول التلات حدود التانيين هيجوا معايا. تيجي نضرب، هنضرب 3x في دي و2 y في التلاتة دول والفا في التلاتة دول. 3x في 2x 6x تربيع، 3x في 3y 9xy، 3x في بيتا وهكذا. ضرب، اهم حاجة هضرب واقف شوية عشان اجمع اول تلات حدود لازم يطلعوا صح عشان اتأكد من اخر تلات حدود. 6x تربيع اهي، 9 و4 13 فعلا، زائد 6 واي تربيع. تعالى بقى نكمل، حاجه في اكس وحاجه في واي وثابت. فين حاجه في اكس؟ حاجه في اكس يعني 3 اكس بيتا، حاجه في اكس اللي هي 3 بيتا. طب حاجه في اكس تاني زائد 2 الفا، سحبت اكس من الاثنين دول كومون فاكتور، يبقى 3 بيتا زائد 2 الفا مضروبه في اكس. تعالى هات حاجه في واي، يبقى 2 بيتا واي زائد 3 الفا واي، يبقى 2 بيتا زائد 3 الفا في واي. هات الحد المطلق، الفا بيتا بيساوي 0. المفروض المعادله دي هي المعادله اللي فوق، 3 بيتا زائد 2 الفا عشان تكون اللي فوق المفروض هيساوي معامل اكس في اللي فوق. طب هو معامل اكس في اللي فوق بكام يا شباب؟ ب 8. يبقى المفروض معامل اكس هنا بيساوي معامل اكس هنا، معامل واي هنا بيساوي معامل واي هنا، حد مطلق هنا بيساوي حد مطلق هنا. طب معامل اكس هنا 3 بيتا زائد 2 الفا بيساوي 8 في المعادله، معامل واي هنا 2 بيتا زائد 3 الفا بيساوي 7 في المعادله، الفا بيتا بيساوي 2. انا عايز اجيب الفا وبيتا، يكفيني اول معادلتين يا شباب، احلهم مع بعض. هضرب الأولى في 2 والتانية في 3 واطرحهم من بعض، تدي ألفا بيساوي 1، أعوض في أي واحدة
تديني بيتا بيساوي 2 وكاتبه لك كلمة تشيك تحت اهي عشان عايزة أعمل الاختبار ده. تعال نحط ألفا بواحد وبيتا باتنين في الحتة دي، في الحتة اللي تعويض بين الأقواس. 3 في بيتا 2 في 2 في 3 ب6 زائد 2 في ألفا 2 في 1 ب2 6 و2 8. فعلا معامل إكس 8 في المعادلة. تعال نتأكد من معامل واي. 2 في بيتا يبقى 2 في 2 ب4 زائد 3 في 1 4 و3 7. فعلا هي 7 واي في المعادلة. زائد ألفا في بيتا 1 في 2 ب2 وهي فعلا صح. كده أنا حللت جبت ألفا وبيتا. أجي بقى في المعادلة اللي أنا عملت فيها ألفا وبيتا دي اللي هي دي، يبقى 3x زائد 2y زائد ألفا اللي هي بواحد، و2x زائد 3y زائد بيتا اللي هي باتنين. وكده أنا ضربت الخطين أهم وفصلتهم عن بعض، هساوي الأول بصفر والتاني بصفر وأحطهم تحت بعض. زي ما جبت ألفا وبيتا هجيب نقطة تقاطعهم. هتجيبي نقطة تقاطعهم ازاي؟ اضرب الأولى في 2 والتانية في 3 واطرحهم في بعض، جبت y بسالب 4 على 5، عوض في أي واحدة فيهم هات x. يبقى 4 مطاليب في كل سؤال. وتعالى نعمل السؤال ده بنفس الطريقة. 10x تربيع زائد 11xy زائد 3y تربيع ناقص 23x ناقص 13y زائد 12 بيساوي 0. تعالى معادلة خطين مستقيمين لوجود الترم xy، وهات الدلتا بتاعتك. فين الدلتا؟ هات حاجات x واقسم المحتويات على 2. يبقى 10 11 على 2 سالب 23 على 2، 11 على 2 3 سالب 13 على 2. خد اخر عمود ميله سالب 13 23 على 2 سالب 13 على 2 12. هات الزاويه بين الخطين الاي ب 10 والبي ب 3 والاتش ب 11 على 2، اعوض في الزاويه. حلو جدا. تعال افصلهم بقى. انا عايزه اول 3 ترمات يبقى 10 اكس تربيع و 3 واي تربيع والمجموع 11. حلو. طب 10 اكس تربيع 10 اكس في 1 و 3 واي في 1، 10 زائد 3 13 دي ما تنفعش. خد ال 10 وفنطها، فنطها ل 2 في 5. حلو كده يا شباب لحد هنا؟ تعال نشوفها بقى 2 في 5 دي. طيب 2 في 5، تعال نشوف الحد في الوسط. 5xy زائد 6xy فعلا 11xy دي الصح. حطيت الفا وبيتا عشان تدي الجزء المقطوع من محور x من محور y. ضربت 2x في المعادله، y في المعادله، الفا في المعادله وطلعتها. تعال نقرا اول 3 حدود. 10x تربيع اهي، 6xy زائد 5xy تدي 11xy، 3y تربيع. تعال بقى نجيب حاجه في x حاجه في y. سالب فين حاجه في x؟ 2 بيتا زائد 5 الفا في x. فين حاجه في y؟ بيتا زائد 3 الفا في y زائد الفا بيتا بيساوي 0. المفروض معامل x هنا هي معامل x اللي فوق، يبقى 2 بيتا زائد 5 الفا معامل x فوق بسالب 23، بيتا زائد 3 الفا معامل y فوق بسالب 13، الفا بيتا بيساوي 12. يكفيني اول معادلتين. خد المعادلة التانية اضربها في 2 وحطها تحت الأولى واطرحها، تطلع ألفا بيساوي سالب 3. ألفا بيساوي سالب 3 تبقى بيتا بكام؟ عوض في أي واحدة فيهم، تطلع بيتا بتاعتك بسالب 4. تعال نتأكد اللي تشيك ده ما تنساهوش. 2 في بيتا 2 في سالب 4 بسالب 8، و5 في سالب 3 بسالب 15، سالب 8 سالب 15 فعلا سالب 23 معامل X. طب بيتا زائد 3 ألفا بيتا بسالب 4 زائد 3 في سالب 3، 3 في سالب 3 بسالب 9، سالب 4 سالب 9 بسالب 13 فعلا. الفا بيتا ب 12 صح، يبقى كده الثلاث معاملات صح. فصلت الخطين او حطيت الفا وحطيت بيتا واحطهم تحت بعض واحلهم. هضرب المعادله الاولى في 3 واحطها تحت الثانيه واطرحها، طلعت اكس بيساوي 5. حطيتها في اي واحده فيهم نقطه التقاطع 5 وسالب 7. حد لحد هنا يا شباب عنده مشكله؟ كده اعتقد الدنيا واضحه وسهلة صح؟